السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا ما خلوش قضية يعني المحاسب اللي كشفها يعني للرأي العام، محاسب الاتحاد الافريقي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يعني ما خلوهاش تفوت مرور يعني تمر مرور الكرام بسكوت بعض القنوات، يعني ما طرحوش هذه الأسئلة، ما تكلموش عليها، ما هضروش عليها، يعني وين شأن إلا القليل وهما إعلاميين شرفاء الذين كانوا يكشفون في الحقائق، لكن وين كانوا مخلصين الناس باش يطيحوا عليهم ذوبان، يعني ما كاش مشكل كاع تهضر الحقيقه. كي تهضر الحقيقه عرف باللي غادي تتلاقى يعني الشتم، الاتهامات، حوسي يوسخوا لك الصوره تاعك، يعني حتى من المدرب. انا وين تلاقيت يعني هجوم من المدرب المنتخب الجزائري، هذه هي تلاقيت منها عايرني ياسر. علاه؟ انا ما كنتش نتبدى عليه عند ربي، انا والله ما كنت نتبدى عليه. دمروه وسخنا ذا شوبير. دروك هو قال سامسونج مهرس درابو قهوه، اعلام تشوف كي تشوف كيفاش الناس انطلقت في الفيسبوك في اليوتيوب، يعني كلش كان موجد. وكون نقول لكم باللي كان على بالي باللي هاش غادي يدير وهاش راه موجدين، والله العظيم اقرب المقربين تاع زاتيلا قالها لي بنهار قبل. وكاين جزائريين، كاين حبابي اللي على بالهم، قلت لهم غدوة ان شاء الله هاستا غادي يقول وغادي يطيحوا عليا، ما عندي ما ندير، غادي هجوم. قلت لهم ما غاديش تامنوا رسالكم. الحمد لله يا ربي، شوبير مازال الدرابو، مازال الدخان، مازال القهوه، كاين كلش، كاين مازال قوبلي، مازال الحمد لله يا ربي، كما ما زلنا عايشين فيها، كما زلنا كما هكا عايشين الحمد لله يا ربي. متالي الحمد لله يا ربي، نمشي ندي دراهم ونتبهدل، ما نديش دراهم ونبقى واقف. المهم انتم تهضروا وتقلبوا في الهضره على محرز بلايلي محرز بلايلي، وحنايا ما نطلقوكمش حتى لاخر دقيقه. محافظ الحسابات للفاف كشف بالدليل والحجة كل ما كنا نقوله منذ 2017 بداية من عهدة الفتى الذهبي، يعني رفيق حافظ رفيق وحيد محافظ الحسابات كشف كل الكوارث الكبيرة في التسيير والأرقام الرهيبة والمهولة. رفيق وحيد ملفات ثقيلة في الطاولة، ومحمد الحاج محمد روروا لم يخطئ عندما قال أن قميص أديداس هو الشيفون بثلاثة أورو. رفيق وحيد، هناك لاعبين كانوا يذهبون للتربصات بمركز التقني في سيدي موسى والفاف هي من تصرف عليهم أموال، لكن في الأخير يقوم أحد الأندية بخطفهم وبيعهم والاستفادة من الأموال. رفيق وحيد أحد رؤساء الفاف السابقين هجم وحارب الصحفيين النزهاء الذين كانوا يفضحون التسيير وكانوا يغيرون على كرة القدم. رفيق وحيد، أنا راني حاب يعني يجيبوا ناس اللي كانوا يتكلموا في البلاطوهات وفقدوا البوصلة وما زالوا يدافعون على سيدهم، يعني وأطلب منهم أن يهاجموا محافظ الحسابات الذي كشف الأرقام. رفيق وحيد، اليوم مصلحة الشخصية جعلت من هؤلاء الأشخاص يتمنون فشل الاتحادية الحالية بقيادة وليد صادي ولا يساعدهم نجاحها، لأنها راح تزيد تفضحهم أكبر وأكثر. السمع تشوف معنا أوسو ربي يجيب الحظ والسلامة يا ربي. هذه هي السمع أنا نطلب منكم الناس اللي كانوا يهاجموا في وليد صادي ويهاجموا في الإعلاميين كما رفيق وعيد صار رضا عباس كسمو حوسي جناد وكلش برحمة هذه الهضرة هضرناها لكم على بالكم الحمد لله يا ربي. أنا قلنا لكم كلش بصح هاجموا إلى انتوما اللي كنتو تجوا البلاطوات وتعايروا الناس، هاجموا المحاسب خاطش عارفينو مين راه جاي. 2017 تحديدا منذ رحيل محمد الروراوة إلى غير قوله
ما كنا نقوله ونندد به منذ 2017 تحديدا منذ رحيل محمد الرورارا الى غايه نهايه 2023 يعني قبل مجيء وليد صادي، اليوم كشفه محافظ حسابات الفاف بالدليل والحجه. محافظ الحسابات تحدث في الجمعيه العامه بدون تحفظات، كشف عن كوارث كبيره في التسيير، العهدات السابقه تعاقب عليها خير الدين زطشي، عماره شرف الدين، وجهيد عبد الوهاب سفيسف. اليوم كاين ملفات كبيره وكبيره جدا، كاين ملف الشان اللي فيه ديترو، ملف الكان كان إيديسات طبعا، ملف أديداس اللي تحدث عليه محمد الرورا في جمعية عامة سابقة يعني على هامش الجمعية العامة في تصريحات للصحافة، قال بلي كانوا يجيبوا يعني ليزيكيب متاع أديداس، ليزيكيب متاع أديداس الأصلية ويروحوا من بعد يجيبوا الباتكام تاع تروا كاتورو كما قال محمد الرورا. كاين ثغرات مالية كبيرة، ديون كثيرة وكثيرة جدا من 2017-2023، ست سنوات محمد الرورا خلى 750 مليار على الأقل، وكاين رصيد بالعملة الصعبة. اليوم خلاصوا 750 مليار ولات لافاف اون دي تي. صادي وليد صادي قال خلص 360 مليار وبقى يزيد يخلص 250 مليار. سيدي موسى تعاود ب 40 مليار، لي سونتر تاع 5 مليار بالعباس صرف عليهم حتى 40 مليار، بلا ما نتكلم لك على اللي جوا اللي كانوا ينحوهم لك اللي بتاعهم براتيكمون عدوى ثاني يروحوا لو سونتر لا فيديراسيون، التكوين تاعهم ضرب لا فيديراسيون ومن بعد يديهم ان سول كلوب يبيعهم اسون بروبر كونت. فضايح التسيير اللي صارت اليوم كشف عليه. هذه بارادو باش ما نروحوش بعيد، هذه بارادو يعني كانت كانوا المدير الفني الدور عام كامل يجيبوا اللب تاع اللاعبين يجيبوهم للاكاديميه تاع الاتحاديه ويدوهم تاع بارادو. هذه باش يكون على بالكم، هذه بارادو هي اللي كانت تدي هذا السؤال وكاين اللي جنسوهم فانيك يا محافظ الحسابات بالدليل والحجه، وكاين هناك ملفات ربما تروح للعداله كما قالوا في الجمعيه العامه. هذه الحقيقه اللي حبوا او اجتهدوا بعض الرؤساء السابقين تاع الفيدراسيون تحديدا لدى العهده تاع 4 سنين انه يغطيها ويهاجم الصحفيين اللي كانوا يفضحوا التسيير، اللي كانوا يغيروا على والله صح الفوتبول الجزائري، اللي غاضتهم لا فيديراسيون ولا الفوتبول الجزائري انه يتحول من النقيض الى النقيض. كاين هناك ابواق اليوم اللي تتكلم وتدافع على اشخاص عندهم مصلحه اشخاص باسكو لارتيز ناسيونال ما عندهمش هما في القاموس ديالهم. اليوم دوبي 2017 حتى لليوم كانوا يشوفوا كل شيء جميل، لا فيديراسيون مليحه لانهم كانوا مستفيدين. اليوم ما انا بودي اليوم يجوا الناس هذو اللي كانوا يتكلموا اللي فقدوا البوصله، اللي كانوا في اربع سنين فقدوا البوصله وكانوا يدافعوا يديفونديو لانديفوندابل. اليوم روحوه هاجموا محافظ الحسابات، محافظ الحسابات يمثل بالدليل والحجه، هاوش كاين هاوش كاين يعطيك كل الارقام ويعني واستعرض الفساد ان صح التعبير اللي كان سائد في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. واليوم اللي عندهم البوصله اليوم فيها مشكل ما يقدروش يتكلموا على المرحله مرحله ما بعد الفساد. انا اعتقد اليوم جازما انه المصلحه الشخصيه اللي خلات الناس هذوما يديفوندي ولا ديفوندابل ماذا بهم لا فيدراسيون اكتويال تفشل. لماذا؟ لانه لو تنجح لا فيدراسيون اجيال دو فوتبول الور اكتويال كمل في لالونسي هذه راح تزيد تفضح هؤلاء الناس اللي قعدوا بوندون 4 ولا 5 اون وهما يعبثوا بالاتحاديه وباموالها. هذه هي خويا، هذه هي راه وين المحاز على واش راهم دايرين؟ راهم يهضروا لاعبين يهضروا على محرز بلاي لي سليماني هذا مكان باش ما يتجبدوش على المحاسب. ها راه وين هذاك كيسموه هذاك رضا تمتم ولا ما كيعيطوا له هذاك تاع اونسيا جوار تاع سطيف يقولوا لي اذا تمتم ولا ما كيقولوا له اخرج اهدر دافع اخرج قولوا بلي راكم تكذبوا جيبوا ناس قولوا لهم راكم تكذبوا خاطش علاه كاع ولاو طايحين على وليد صادي خاطش علاه كاع كانوا ياكلوا ماكله الماكله خويا تراها من بايلك ما عرفش كاين ملفات هادو ما كان والو هادي تاع اديداس هادي غادي مي تطرطق لافير كبيره كاع كاينه واحد افير اكثر من اديداس تاع الدراهم اللي راحوا مساكين غلطوا في الطريق راحوا البرتغال ومن البرتغال راحوا لاسبانيا كاين واحد لا صومب واحد لا صومب تاع الدراهم مساكين غلطوا دوك الدراهم ركبوا في بوطي راحوا حرقوا راحوا للبرتغال ومن البرتغال راحوا لاسبانيا هاو غلطوا دوك الدراهم مساكين الدراهم اللي كانوا يروحوا فانيك يروحوا للبنكة تاع مارسي هاو كاينه بنكة فما كونت تاع مارسي فما واش كاين واش كاين هذه ما كان والو هادو صوالح يا ودي ما كان والو انتم راكم غالطين ما كان والو هادو صوالحك يا ربي هادو صوالح توالا ارجع تشوف ارجع ارجع شراجي ارجع شراجي ارجع قال لك انا تعقلوا بك تقول لكم تغدى عيشه من القبر وتجيب الخبر راكم عاقلين عليها تاع تغدى عيشه من القبر وتجيب الخبر عيشه بكملت لونكيت تغدى عيشه بالقبر وتجيب الخبر
عيشه كبرت تدخل لونكات تاعها. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.